بكم، أبدأ معك محمد في كييف عن تبعات تفجير السد على مناطق واسعة في خرسون وبقية وضواحيها، بالإضافة إلى يعني أزمة اللجوء الآن، كيف تتعامل معها السلطات الأوكرانية؟ نعم سهام، لحد الساعة الرقم وصل عند 2198 شخصا تمكنت السلطات المحلية في خرسون من إخلائهم وإجلائهم من المناطق المتضررة بشكل كبير في مقاطعة خرسون، وفق ما ذكر أوليكسندر برودكين رئيس الإدارة العسكرية لهذه المنطقة، الذي قال بأن عمليات الإخلاء والإجلاء للمواطنين من الأماكن المتضررة لا زالت متواصلة. على مر الساعات الماضية يتم استخدام القوارب من أجل الوصول إلى تلك المناطق التي غمرتها المياه، طبعا من أكثر المناطق السكنية التي يقول الجانب الأوكراني أنها متضررة في الجهة اليمنى التي تسيطر عليها أوكرانيا هي منطقة كرابيلي. هذه المنطقة التي زاد عدد البيوت التي غمرتها المياه عن أكثر من 2000 منزل خلال الساعات الماضية، وهذا الرقم مرجح للارتفاع مع تزايد انهمار المياه على مختلف هذه المناطق. طبعا في غضون كل هذه التطورات الرئيس الأوكراني كان قد وصل إلى مدينة خرسون، عقد لقاء موسعا مع الإدارات المحلية، ويبدو أنه فيه لهجة غاضبة من قبل القيادة الأوكرانية تجاه منظمة الأمم المتحدة وكذلك منظمة الصليب الأحمر في قضية تعاملهم مع هذه الكارثة الإنسانية كما يقول الجانب الأوكراني. الرئيس زيلينسكي خلال الساعات الماضية عبر عن خيبة أمال الأوكرانيين من هاتين المنظمتين الدوليتين غير الموجودتين على واقع الفعل في منطقة خرسون بسبب هذه الكارثة. أيضا في التطورات المتعلقة بالوضع الإنساني أشارت منظمة الصليب الأحمر في أوكرانيا الفرع الأوكراني بأنها تتواجد فقط في الجهة اليسرى لنهر دنيبر أين تسيطر القوات الأوكرانية. أيضا في التداعيات ربما البيئية الخطيرة التي بدأت تتكشف ساعة بعد ساعة بعد حدوث كارثة سد نوفا كاخوفكا هي ما بدأ يكتشف في المناطق القريبة من خرسون، خاصة في مقاطعة دنيبرو بتروفسك القريبة من خرسون التي أكدت فيها الإدارة المحلية نفوقا هائلا للأسماك في الأنهار والتجمعات المائية في هذه المنطقة. أيضا هناك مخاوف حقيقية من التسممات سواء بمياه الشرب أو الأسماك، لذلك رفعت وزارة الصحة الأوكرانية درجة التأهب وقامت بإصدار تعليمات بمنع صيد الأسماك في 3 مقاطعات في جنوب أوكرانيا وهي زابوريجيا، خرسون وكذلك ميكولايف، منعت أيضا أكل هذه الأسماك. وأيضا هناك حذر شديد جدا في المناطق الجنوبية وبعض المناطق في جنوب شرق أوكرانيا من تسمم المياه، باعتبار أن هذه المناطق تحصل على نسبة كبيرة جدا من مياه الشرب من سد نوفا كاخوفكا.